مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم عجينة كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة وناجحة، وبتستعمل لعدة استعمالات، للحمة بعجين، للفطاير، فطاير بسبانغ، مناقيش الزعتر، الجبنة، للخلية النحل، لعدة استعمالات بتستعملوها لهيدي العجينة، وكمان للبيتزا. عجينة كتير سهلة بتتحضر بعشر دقايق. عنا 5 أكواب طحين، هون عنا 3 أكواب وهون كوبين. هلأ بتعرفوا ليه فصلنا الطحين عن بعض. كوبين مي فاتر، 1/2 كوب زيت نباتي أو زيت زيتون، 2 ملاعق طعام خميرة، 3 معالق طعام سكر، 1 ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الخميرة والسكر، المي، خلطهم مع بعض هلأ بضيف 2 كوبين طحين عشان هيك فصلنا طحين عن بعض. كمان بخلطهم. خليتهم منيح لتروح عنا التكتلات. بس خلطتهم منيح هلا بدنا نغطيهم بكلين فيلم. بغطيهم بالنايلو وبحطهم بمكان دافي 10 دقايق. بعد مرور 10 دقايق صارت عنا العجينة بهيدا الشكل. نخلطها مع بعض. بسم الله. برش الملح، الطحين، الزيت. خلطهم مع بعض. إذا بدكن فيكن تعملوها بالعجينة، اللي متوفر عندها عجينة بتقدر تعملها بالعجينة لهيدا العجينة. بعجنها بالإيد. إذا طلعت العجينة رخوة بتضيفوا عليها شوية طحين، بس نحنا كل ما عجننا كل ما بتشد عنا العجينة. هيدي العجينة صارت جاهزة عنا، منشيلها من الجات.
فيني احط الطحين او رشة زيت خفيفة. حط رشة زيت خفيفة. شايفين شكلها شو ناعم وشو حلو؟ اسم الله، كتير عجينة ناجحة وكتير رائعة. بحطها بالصحن. هيدا الشكل النهائي. بتمنى طريقة العجينة اللي عملتها أنا وياكم تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.